السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. هل سبق لك وتساءلت مشاهدي الكريم عن الطريقة التي تستخدمها شركات الاتصال وكذلك الشرطة في تتبع أي رقم لأي شخص لأي بطاقة SIM، وظننت بأن الطريقة صعبة وتعتمد على أجهزة وغير ذلك من القبيل، ولكن الطريقة سهلة ويمكن لأي شخص القيام بها وهو في منزله. فالطريقة تعتمد فقط على المعلومات الخاصة بالSIM، فيوجد بعض الأكواد لكل SIM خاصة بها. فشركة الاتصال لا تحتاج إلى استخراج هذه الأكواد وهذه المعلومات، فهي مخزنة لديها في المنظومة الخاصة بها في مقر الشركة بدون أي مشاكل. وعندما تريد البحث عن أي شخص وتحديد مكان أي شخص، فقط تقوم بأخذ هذه الأكواد التي لها هي مسجلة طبعا فيها، تقوم بالبحث عن اسم باحث يعني مالك الشفرة أو بطاقة SIM أو بالرقم نفسه، يعني رقم التي تتصل به وتستقبل أو يعني تتصل به إلى أشخاص آخرين، وتقوم بكتابته في موقع بروفون جي اس ام تراكر. فقط هذه هي العملية، وبعد ذلك يظهر مكان الشخص. الطريقة سهلة جدا، يمكن لأي شخص القيام بها، ولكن المشكلة فقط من أين ستحصل على هذه الأكواد، ومن أين ستحصل على المعرف أو الاي دي الخاص بهذه البطاقة أو بطاقة الاس اي ام حتى تعرف مكان الشخص الذي تريده. في هذه الحلقة سأتطرق قليلا إلى الجانب العائلي، فسأريك في هذه الحلقة كيف تحدد مكان أبنائك أو أخوة يعني أخاك أبوك، يعني أي شخص تريده، بطريقة سهلة جدا وبفكرة تمكنك يعني من الحماية من أو يعني تحديد مكان أي شخص في حال وقعت لك حالة خطف أو أي من هذا. فكلنا نعرف هنا في ليبيا حالات الخطف يعني كثيرة جدا، فيمكن لأي لحظة أنت تخرج ولا تعود، فوجب عليك القيام بهذه الطريقة. الطريقة فقط تقوم بأخذ جهاز أندرويد أو جهاز أندرويد، وتقوم بأخذ SIM كل شخص في المنزل، يعني كل أفراد العائلة تقوم بأخذ SIM الخاصة بهم، سواء كان في هاتف آيفون أي شيء. طبعا الطريقة تعتمد حتى إذا كانت SIM مركبة في هاتف حتى لم يكن هاتف ذكي فلا توجد أي مشكلة، تقوم بأخذها وتركيبها في هاتف أندرويد. إذا لم تكن يعني مناسبة الحجم، مثلا هذه SIM هي نانو، يمكنك تركيبها على هذا الطرف، يعني قمت بشرائه في ظرف أو علبة هكذا، وتقوم بتركيبه إذا كان الهاتف مايكرو، وتقوم بتركيبه إذا كان من الحجم الكبير، تقوم بأخذها هكذا وتركيبه وتصبح SIM كاملة. ففي هذه الحالة سأقوم بأخذ هذه الشفرة التي كانت في هاتفي الآيفون وأقوم بتركيبها على هذا الطرف، طبعا بخمسة دينار فقط، يعني يأتي معها حتى الحاملة التي تقوم بإخراج SIM بها من يعني التي تركب في الآيفون، ولكن ضاعت مني فأستخدم فقط إبرة، لا توجد أي مشكلة. الآن سأقوم بتركيب SIM في هاتف الأندرويد، بعد ذلك سأرى معلومات البطاقة الخاصة بي وأقوم بتسجيلها في ورقة، وهكذا على كل أفراد العائلة أخذ ورقة، أقوم بكتابة مثلا محمد علي أحمد وهكذا، وأقوم بكتابة SIM. عندما تحصل أي مشكلة قدر الله، تقوم بالدخول إلى موقع فون GSM تراكر، وسأريكم الإثبات وطريقة عمله، سهلة جدا وترى كيف سأعمل. إذن الآن سأقوم بتركيب SIM في هاتف الأندرويد، وأقوم باستخراج المعلومات وكتابتها في موقع بروفون GSM تراكر، وسأريكم كيف يظهر لي موقعي بالتفصيل دون أن أتصل بالإنترنت، ودون أن حتى إذا كان الهاتف مقفل فلا توجد أي مشكلة، يمكنك تحديد موقعي فقط إذا كان خارج نطاق إذا كان يعني SIM غير مركب، الهاتف تم نزعها أو البطارية قد تم نزعها فقط. إذا المشاهد الكريم، الآن قمت بتركيب SIM، فقط أقوم بتنزيل هذا التطبيق كل IDNF، وسوف تجد رابط تحميله أسفل الفيديو في الديسكريبشن، بعد تنزيله تقوم بالدخول إليه. الآن يظهر لي كل المعلومات الخاصة بالSIM الخاصة بي كما ترى أمامك. الآن فقط تقوم بتصوير هذه الشاشة وحفظها لديك أو حتى تسجيلها في ورقة، لا توجد أي مشكلة. كل هذه المعلومات تقوم بأخذها، أنصحك بأخذ سكرين شوت ووضع كل سكرين الشوت الخاصة بكل أفراد العائلة في مجلد خاص بهم وحفظهم والرجوع إليه في حالة حدث شيء لا قدر الله. إذن الآن تقوم بتسجيل كل هذه المعلومات التي تظهر أمامك، وننتقل الآن إلى الحاسوب إلى موقع بروفون GSM تراكر، وأقوم بكتابة الأكواد التي يطلبها مني، وسأضغط على بحث وسيظهر لي المكان بالتفصيل.
الآن تقوم بالدخول إلى هذا الرابط من خلال حاسوبك، سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن. بعد ذلك ستنتقل إلى هذه الأربع خانات. الخانة الأولى الـ MCC، إذا تنتقل إلى تطبيق كل فون تراكر أو الخلفية أو سكرين شوت التي قمت بأخذها أو البيانات قمت بتسجيلها، وتنظر إلى الـ MCC وتقوم بكتابة الرقم الذي يظهر قبالة الـ CCC. إذا أقوم بكتابة الرقم. الآن الـ MNC تنتقل نفس الشيء إلى السكرين شوت أو إلى التطبيق، وتذهب إلى خيار الـ MNC وتقوم بكتابة الرقم. في الخيار الذي يليه الـ LAC تجد بعد بين قوسين أيضا في تطبيق خيار الـ LAC تقوم بكتابة الرقم الذي يظهر في الخيار الأخير الكل ID أو المعرف، تقوم بكتابة الرقم الذي يظهر هكذا. الآن بعد كتابة كل الأكواد ستضغط على تراك إت، تنظر حتى يقوم بتحديد المكان. إذا كما ترى مشاهدي الكريم ظهر مكاني هنا في مدينة طرابلس، أقوم بالتقريب سيظهر في المنزل بالضبط هكذا. لاحظ معي مسجد فرحات هنا، المسجد الذي في منطقتي كما ترى أمامك. هذه هي منطقتي، تم تحديد مكاني بالتفصيل هنا، ظهر في مدينة طرابلس. الآن تقوم بتركيب SIM أخرى لفرد آخر في العائلة في نفس الهاتف أو في أي هاتف أندرويد، إذا كان لديه هاتف أندرويد تقوم بتنزيل التطبيق وهكذا حتى تكتمل العملية بدون أي مشاكل، وتقوم بحفظ كل معلومات كل SIM في كما قلت لك في ورقة أو في مجلد يوجد بعض السكرين شوت، وهكذا يمكنك تتبع أي شخص تريده حتى إذا كان صديقك فلا يوجد أي مشكلة. يمكنك أخذ يعني معلومات الـ SIM الخاصة به وتتبعه إلى أي مكان يذهب له. أريد الإشارة فأن الطريقة تشتغل أيضا إذا كان الهاتف يعني بيلا، يعني هاتف نوكيا قديم جدا وليس هاتف ذكي، يمكنك أخذ الـ SIM الخاصة به تركيبها في هاتفك، إظهار المعلومات، أخذ سكرين شوت وإرجاع البطاقة إلى هاتفه، وبهذا تستطيع تتبعه إلى أي مكان يذهب إليه بكل سهولة وبدون أي مشاكل. أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، رجاء أن تقوم الآن وبعد إنهاء الفيديو بالقيام بالخطوة التي قلت لك عليها، فلا تدري متى تحصل لك مشكلة، فالأمر مهم جدا. قم بأخذ معلومات كل SIM لكل الأشخاص الذين تعرفهم، أصدقائك، عائلتك، أقاربك، أي شخص يعني. لا تنسى كذلك الضغط على زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو على يمينك، ونقوم بالضغط عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية على مدونة العالم الافتراضي. لا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.